هلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين، أحب أرحب فيكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سأعرفكم من خلالها عن الكلان دي إن وأسرد لكم بعض المعلومات عنه. ممكن تكون هذه مفاجأة بالنسبة لبعض مشتركي القناة العرب ومشاهدين طبعا العرب، أن هذا أول فيديو باللغة العربية ينزل للقناة. أنا أحب أبشركم من القناة من الآن وصاعد راح تنزل فيديوهات عربية إذا شفت ردودكم وتفاعلكم وطبعا اللايكات. طيب، بما أن هذا أول فيديو باللغة العربية راح أتكلم عن الكلان وأعرفكم فيه أكثر. بالنسبة للكلان دي إن، فيعتبر واحد من أفضل الكلانات للآي أو إس والأندرويد. الكلان تقريبا تجاوز السنتين من حيث نشأته. قناتنا في اليوتيوب تجاوز عدد مشاهديها 300,000 والعدد في ازدياد. اسم الكلان وهو ما يعرف باللغة العربية بأمة الظلام، معروف غالبا في ألعاب الحرب كمودرن كومبات 4 و 5. طبعا هذا ما يمنع أن نلعب ألعاب غيرها. عندنا أعضاء من أكثر من 20 دولة حول العالم، ما بين مهندسين، مصممين برامج، دكاترة وأيضا طلاب مدارس. كما يضم الكلان عدد من العرب والمسلمين. طبعا هذا اللي حبيت أقدم لكم اليوم، وإن شاء الله إذا لقيت تفاعلكم وردودكم راح أنزل حلقات ثانية باللغة العربية. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.